السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد ركلة جديدة من ركلات الجيت كوندو وهي ركلة الدوم تاج. طبعا خدناها برضو في سلسلة الوينج تشون وقلنا ان الركلات متشابهة بنسبة كبيرة من الوينج تشون والجيت كوندو لان الجيت كوندو مبني على مبادئ واسس الوينج تشون. تمام، الركلة دي الدوم تاج طبعا هي اشبه برضو زي ما اتكلمنا عليها، هي زي اعتراض الركلة بس بتكون مختلفة، مش بالشكل الجانبي ده، لا زي الامامية المايلة، يعني بالشكل ده كده اهو، لما بتكون طالع بالشكل ده كده اهو اماميه مايله في المستوى السفلي او المستوى المتوسط، ما بستخدمهاش في مستوى عالي او في الجزء اللي فوق، لا ببقى شغال على الاقدام. تمام، ببقى شغال في الجزئيه دي مثلا، في ارفع رجلك سنه في الجزئيه دي او في المتوسط او بالكبير قوي عند منطقه الفخذين، ما بستخدمهاش ازيد من كده. تمام، وطبعا ممكن استخدمها مثلا ايه، سواء رجلي جاي من هنا او من هنا بقدر استخدمها، سواء ممكن برجلي اللي قدام استخدمها، سواء ممكن استخدم الرجل اللي في الخلف اهو اخش بالشكل ده كده. ممكن في ناس بتستخدمها كبلوك للركلات، وفي البعض بيستخدمها مثلا كتثبيت للخصم، وفي البعض بيستخدمها كضربه بحيث ان انت برضو ايه داخل بقوه ضارب القصبه، ضارب المفاصل، ضارب الجزئيه اللي عند مفصل الركبه بالشكل ده كده اهو. انت طبعا لما كنت بتستخدم الركله لوحدها في الوينج تشون كنت بتعمل الدفاع بتاعك في الايد، ما بتسيبش الجزء اللي فوق مفتوح برضو. نفس الكلام برضو لما بتكون واقف في الوينج تشون الوقفه القتاليه بتاعتك مثلا، ايه بتكون مامن نفسك وضارب الضربه وايدك عند وشك عشان ما يفاجئكش، ما يضربكش، ما يحصلش معاك اي هجوم مفاجئ، لازم تكون مستعد، ما تركزش على منطقه الرجل بس وتهمل الجزئيه الخاصه بالوش او الديفنسات بتاعتك. تمام، هنستخدمها دلوقتي لو الخصم عايز زي ما انت عايز يضربني بالرجل الخلفيه مثلا، يطلع كده اهو بس بالبطيء اهو، تاني اهو كده اهو، انا هنا ايه اعترضت ركلته مثلا، هو بالرجل اللي ورا عايز يطلع وش قدم، بصطاد رجله ابقى عندي قوه ملاحظه، لازم ابقى مركز مع الخصم وبرده الاحظ تحركاته وبالذات الجزئيه بتاعه الاقدام او الارجل دي. دلوقتي هو بالبطيء كده عشان تشوفوا حضراتكم اهو، اول ما جه يطلع الحق ان انا اكتمها وافرد بسرعه، ما خلوش هو يوصل ويقرص عليا الضربه عشان ما اقعش او يختلط توازني. نفس برده التقنيه او نفس الركله الخاصه بالاعتراض اللي هي الجي تاك. تمام، تاني اهو بالبطيء، هو مجرد ما بلاحظ ان هو اتحرك اهو بقوم عامل ايه رجلي بالشكل ده كده في منطقه القصبه او فوق الركبه بشويه او في الجزء السفلي بالشكل ده كده. تمام، هنا لما جه يلعب عايز يلعب ايه ضربه بوش القدم او زي ما بنسميها ايه ضربه الهوك. تمام، بالشكل ده كده هو داخل بالبطيء اهو، رحت انا عامل ايه اهو في الجزئيه دي كده كتمت الضربه، ممكن اقوم داخل مكمل عليه داخل ضرب وداخل عامل اي حاجه، وفي نفس الوقت ممكن برضو اكمل ركلات يعني بالشكل ده كده بالراحه اهو، واحد اثنين اقوم طالع ضارب الاماميه، يعني عملت البلوك بالضربه دي وقوم طالع مثلا ضارب اماميه كده، يعني الانسب ليها الركله الاماميه هي الاقرب، لان انا هنا هحتاج ان انا الف وسطي لو استخدمت ركله ثانيه. ازاي؟ يعني انا هنا بيكون وسطي داخل، يعني وسطي طالع بره، يعني لما بستخدم الركله دي بكون بالشكل ده كده اهو، الوسط زاويته لبره، يعني ما بستخدمهاش وانا كده لجوه، لا كده ممكن يختل التوازن بتاعي وتحس انت بألم، لا الصح ايه؟ ان انت في الركله دي يكون وسطك كده مايل لبره، الزاويه بتاعته لبره اهو بالشكل ده كده اهو. تمام؟ تاني بالبطيء اهو، واحد بالشكل ده كده اهو، ممكن تضرب، هنا لو حبيت تستخدم ركله ثانيه هتضطر تلف وسطك العكس. ازاي؟ يعني انت لو ضربت بالشكل ده كده واحد هتضطر اثنين، يعني عشان تلف وسطك لجوه. انت وسطك كان لبره، عشان تضرب ركله ثانيه هتضطر تلف وسطك العكس. انما الاقرب ليها اللي هيكون وسطك بالشكل ده امامي هي الاماميه، لو ضربت دي بالشكل ده كده بعد كده فرحت قالب الاماميه بقى وسطك امامي، فهنا دي اقرب ركله ليها. وبراحتك برده انا بديك الحلول والاختيارات، وانت برده تقدر تمرن نفسك على كل الاوضاع والاشكال عشان تبقى متمكن من التقنيه بالكامل. تمام، ثاني وممكن برده مش شرط تستخدمها مع الرجل اللي ورا، برده لو عايز يطلع مثلا بالرجل اللي قدام بالشكل ده كده اهو، انت وقفتها له، هو جه يطلع جانبيه، جه يطلع اي حاجه، فانت وقفت الضربه وقمت نازل ضارب ومراوغ وداخل هوك داخل ابر، اي حاجه ممكن تعملها، المهم ان احنا بنشرح الجزئيه بتاعت الايقاف. ومش شرط انت بقى تستخدم رجلك الخلفيه، ممكن الرجل اللي قدام برده، العب اهو بالشكل ده كده اهو، طلعت اهو وسطك برده مايل لبره، والرجل اللي تحت زي ما بنقول الرجل اللي عليها الارتكاز والوزن بتاعك لازم تكون ثابته على الارض، ما ترفعش الكعب بتاعها كده عشان وانت بتعمل كده هتقع ويختل التوازن بتاعك، ولو برضو نزلت براسك او بصدرك ما تنزلش بالركله دي، خلي نفسك مفرود عشان تعرف تنفذ التقنيه بالشكل المظبوط. تمام، وبكده انتهت حلقه النهارده، تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وفعل الجرس ولايك وشير للفيديو، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.